الفنانة شذا سالم ايش قد عمرها ووين انولدت وشلون بدت حياتها الفنية؟ ليش سعاد حسني اعترضت عليها وكانت تغار منها؟ ومنو الفنان اللي ضربها راشدي 14 مرة؟ حضر كوب الشاي وتعال احكي لك. الله بالخير، اللي ما يعرفني انا عمر الرياض وهذا الدكان. شذا سالم انولدت ببغداد سنة 58 وهي من برج الثور. تقول هاي مواليدي وعمري وعجبي على كل من ينكر عمره. نشأت وسط عائلة فنية ومثقفة تتكون من 9 أشخاص. والدها الفنان طه سالم كان فنان ومشرف تربوي، وأخوانها الممثلين سوها سالم وفائز سالم وسامر مهندس صوت. أهلها كانوا عايشين بمنطقة قنبر علي، وهاي المنطقة بها شعراء ومثقفين وسياسيين وتمتاز بعمق حضاري وثقافي فلكلوري جميل. بعدين انتقلت ويا أهلها الحي الأمانة. نشأت شذا بهذا الحي وكانت مدرستها قريبة، وبالفرصة كانت أمها تودي لها مي وأكل للمدرسة. كانت شذا وهي طفلة يأخذها أبوها للعروض المسرحية. بعدين أبوها اكتشف موهبتها وكان عمرها 8 سنوات وخلاها تشارك بمسرحية البهلوان الصغير ويا الفنان حسن حسني. شاركت شذا سالم بالعديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات، ونجوميتها بدت بفيلم يوم آخر للمخرج صاحب حداد سنة 75. أبوها بوقتها كان رافض مشاركتها بالفيلم لأن الفيلم كان تصويره بمصايف أربيل، وأبوها كان رافض فكرة التصوير خارج بغداد لأنه يخاف عليها. بس المخرج صاحب حداد والفنان صادق علي شاهين تكفلوا برعايتها. وافق أبوها وراحت صورت الفيلم ونال إعجاب الجمهور بالعراق ودول الخليج العربي. بعدين شاركت بمسلسل إذاعي اسمه حذاري من اليأس، قصة حقيقية عن بنت عمرها 20 سنة. هاي البنت كانت تتابع المسلسل بالإذاعة. بعدين هاي البنت بعثت رسالة للمخرج تطلب أن يتم تصوير هاي المسلسل للتلفزيون وتكون شذا سالم هي بطلة المسلسل. وافقت شذا سالم وتغير اسم المسلسل من حذاري من اليأس إلى فتاة في 20. وفعلا كان عمر شذا بذاك الوقت 20 سنة، ونال إعجاب الناس وصارت شذا بوقتها ظاهرة وحديث الناس برقتها وجمالها، وصارت الشوارع خالية وقت عرض المسلسل. والطريف بالموضوع الشباب صاروا يشيلون صور الفنانين الأجانب والعرب ويعلقون صور شذا على الجدران. شذا ما تزوجت بسبب انشغالها بالفن والدراسة، اتأثرت باستشهاد أخوها عادل اللي كان شاعر وفنان مسرحي، وقالت عنه حسيت بكسرة وانعزلت عن الدراسة والفن لما نتوفى لأن عادل كان يشجعني، هو كان حنين هواي وكل عمل أسويه أذكره وكل نجاح أهديه إله. انعزلت شذا عن الفن لكن رجعت بعد سنة. شذا سالم تحب الغناء كلش وتحب ناظم الغزالي وكل أغاني فيروز، وغنت في فيلم حمد وحمود أغنية تحبيني وكان أدائها كلش حلو. وبعدين عرض عليها المخرج صلاح أبو سيف تمثل في فيلم القادسية وبمشاركة ممثلين عراقيين ومصريين فوافقت. لكن الفنانة المصرية سعاد حسني اعترضت على وجود شذا وقلت لهم قلت لكم جيبولي ممثلة محترفة، ليش جايبين صغيرة؟ لكن المخرج صلاح أبو سيف أصر على اختيار شذا حتى تمثل هذا الدور. وبعدين تفاجأت سعاد حسني من أداء الدور. كانت سعاد حسني تغار من شذا سالم وتقول للماكير شنو تستخدم مكياج الشذا، فيجاوبها الماكير شذا بنت صغيرة وبشرتها حلوة. ولما انعرض الفيلم والتقت شذا سالم بسعاد حسني بالقاهرة استقبلتها سعاد استقبال رائع وقالت لها أنا غبنت حقك لكن أنت طلعتي فنانة وإنسانة رائعة، وكان كلامها على شكل اعتذار. ومن المواقف الطريفة اللي ما تنساها شذا سالم الفنان عزة العلايلي كان مشارك بالفيلم، وبأحد الأدوار عزة ضرب شذا 14 صفعة على خدها، ضربها ضرب حقيقي وكتها خدها تورم وسولها كمادات باردة حتى تخفف من التورم. شذا قالت عن عزة هو صديقي وكان يشجعني، ولما انعرض فيلم القادسية بأكثر من بلد وانعرض بالقاهرة كان مشجع رائع جدا. ومن المواقف الحزينة بحياة شذا سالم هو وفاة والدها الفنان طه سالم سنة 2018 اللي حزنت عليه
حزن كبير كلش. أقرب الناس الشذا هم عائلتها، وشذا تنسى الإساءة بسرعة وما تخاف من أي شيء. حصلت على العديد من الجوائز والألقاب، ومنها بالأردن أفضل ممثلة عن مسرحية كنك يا أبو زيد سنة 96، وبمصر جائزة أفضل ممثلة عن المسلسل التاريخي الأصمعي بمهرجان الإذاعة والتلفزيون سنة 2000. بتونس تكريم من مهرجان قرطاج الدولي للأعمال السينمائية والمسرحية سنة 2003. بالجزائر وبسنة 2012 أيضا تم تكريمها من اللجنة المشرفة على فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الوطني للمسرح. والدها كان يلقبها شذاوي، والناس يلقبوها حمامة المسرح، والمخرجين لقبوها فاتن حمامة العراق. هاي هي شذا سالم، وهاي بعض محطات حياتها، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.